اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. نقل الخط الساخن لبوتين نحو الولايات المتحدة الامريكية والى رئيسها على وجه التحديد وما سمي بالرابط العسكري كما هو معهود تحت الرقم 21. القول بالحرف ان هناك مقترحات الحرب العالمية الثالثة ونعت بولونيا بالحرف. بالحرف أكد أن مقترحات بولونيا هي مقترحات لحرب عالمية ثالثة، وهذا الاصطلاح لأول مرة يستخدم أساسا من طرف الروس. لما بالتحديد ما هي هذه المقترحات التي سربت أخيرا إلى الإعلام الروسي لتبرير ماذا قال بوتين على الأقل لناقل الرسالة لواشنطن أو ما يسمى بالخط الساخن. الأمر يتعلق بخمس مقدمات وخلاصة. أولى هذه المقدمات أو الاقتراحات، وإن كانت الترجمة تؤكد على مقدمة إذن أو المصادرة. إذن أول ما اقترحته بولونيا 10,000 قوة من 10,000 عسكري تكون من الناتو، تكون مهمتها أولا تأمين ما سمي بالمساعدات المساعدات عموما الغذائية وغيرها الموجهة إلى أوكرانيا. إذن تأمين هذه المساعدات. المسألة الأخرى تأمين بين قوسين مناطق آمنة وفي نفس الوقت الممرات الآمنة للجوء، ولكن مناطق آمنة في كدور العبادات كغيرها كدور المستشفيات وكل هذا، يعني أن هذه المناطق التي تعتبر على الأقل في الخدمة وتعد ضمن القانون الإنساني الدولي، هذا سيعتمد أساسا البولونيون في هذا الاقتراح على هذه القوة من أجل تأمين مثل هذه الأماكن المتواجد فيها بما فيها الملاجئ المتواجد فيها المدنيون. إذن مهم جدا بالنسبة على الأقل لبولونيا أن تتيح الفرصة في تأمين العملية الإنسانية في أوكرانيا عبر هذه القوات 10,000 عسكري. المسألة الثانية أن هناك حظر جوي ليس على أوكرانيا، ليس على كل أوكرانيا، على غرب، على مدن غرب أوكرانيا. وأول مرة يسكت الروس عن هذه النقطة في الرد. لما؟ لأنه لأول مرة الناتو يقبل بتسمية غرب أوكرانيا وإعلان تقسيمها بطريقة أو بأخرى. لذلك هذه النقطة لم تكن في الخط الساخن رغم أنها ضمن مقترحات الناتو. لذلك فالمسألة بالنسبة إلي رد عليها بشكل غير مباشر، يعني أن المناطق الحظر الجوي تعني المصادمة مع روسيا، ولذلك فهو لم يرد إلا بطريقة مباشرة. ولكن في الردود على هذه النقط على وجه التحديد وجدنا أن هذه النقطة أساسية للغاية، رغم أنه لم يسميها نقطة، سماها تماما مقدمة أو مصادرة. المسألة الثالثة أن هناك السماح لطيران أوكراني في غرب أوكرانيا، يعني أن كييف لا بد أن يكون لها مطار سيادي على أقل تقدير من أجل نقل المساعدات جوا وأيضا الإبقاء على طلعات جوية من دون عمليات عسكرية، وهذا شيء هام. لكن أضيف إلي في النقطة الرابعة تسليم ما يناسب السيادة الجوية وتأمينها بالنسبة للأوكرانيين. فزاد هذا الأمر وضوحا بأن النقطة الأولى هي خاصة بالإنساني، يعني بالجانب الإنساني أو السماح بالسلاح بين قوسين باستخدام الطائرات لحالة تأمين الحالة الإنسانية. وجدنا أنه في النقطة الرابعة إمكانية الوصول إلى سلاح جو أوكراني، دعم سلاح الجو الأوكراني دون عن نسيان القوات البرية.
الغريب في المسألة أنه لم يذكر القوات البحرية. القوات البحرية تقصد تماما في هذه الحالة البحر الأسود، فبولونيا لم تناقش قضية البحر الأسود، وهذا بالنسبة على الأقل للروس لخفض نبرتهم في رفض مقترحات بولونيا. المسألة الخامسة أن قطاع الجو بين قوسين يجب أن يهيكل من طرف الجوار، وهنا قضية الجوار من عدمه يعني فصل أوكرانيا عن النيتو، هذه أولا، وأن مسألة المساعدة بين الجوار المنتمي للنيتو وما بين أوكرانيا يجب أن يكون ساريا المفعول. لذلك النقط هذه هي التي خاطب بها مباشرة بوتين برفضها، واعتبرها مقترحات توجب الحرب العالمية الثالثة. ولأول مرة يستخدم هذا الاصطلاح، واصطلاح يردده الغرب، هو لم يقل على أن هذا ما يراه، إنما كما يردده الغرب، يعني الحرب العالمية الثانية مصطلح يردده الغرب ووسائل الإعلام الغربية. إذن أمام النقط الخمس سنجد أن روسيا في هذه الحالة على وجه التحديد هي تقود عملية الآن أصبحت بين النيتو وما بين روسيا، أصبح الخطاب الآن ليس مع زيلينسكي إنما مع النيتو، وهذا الذي يريده بوتين، يريد حسم معركة أوكرانيا مع أمريكا. ولذلك فهو لا يريد لا أن يلتقي مع زيلينسكي لا في هذا أو في ذاك، رغم الوساطات ورغم الوساطة التركية والوساطة الإسرائيلية والوسائط التي قبل بالنسبة لكل من المستشار الألماني والرئيس الفرنسي، كل هذا ليس مهما لدى بوتين. بوتين يجب أن ينزل الرئيس الأمريكي في الجانب الآخر من المفاوضات. هذا واقع الحال كما يؤكد الآن تطوير هذه الرسائل. الحرب التي تدار في أوكرانيا تدار بعقلية سياسية، ليس عسكرية. الأمر ليس فقط عسكري، الأمر أن هناك قوة يمكن أن تستخدم في أي لحظة، القوة الغاشمة عندما ترغب بذلك، كما في حالة ماريوبول وكما في حالات كثيرة، لكنها تريد من الأوكران أن يوقعوا. ما دام أن زيلينسكي لا يريد التوقيع على الاستسلام، فهناك من يجب أن يوقع. أن يوقع آنذاك سيوقع على أكثر من شيء، سيوقع على أوكرانيا ضمن صفقة هي التي لا يريدها الآن الأمريكي، لا يريد الأمريكي أن يوقع على الضمانات التي طلبها الروس. واليوم يحاول الآن تطوير والمسار وكل هذا في أوكرانيا من أجل الوصول إلى إقناع الرئيس الأمريكي بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لأن المفاوضات كانت غير مباشرة عبر أجهزة الاستخبارات وغيرها. الآن لابد أن يصل الأمريكي والروسي إلى أوراق مكشوفة. إلى هذه الحرب الباردة يجب أن تنتهي بقمة، قمة كما لاحظنا في يالطا، كما لاحظنا في غيرها، كما لاحظنا في أكثر من مكان. لابد أن يكون هناك لقاء ما بين اليوم بعد الحرب. كان سهلا جدا أن يكون هناك لقاء ما بين الرئيس الروسي وما بين الأمريكي، لكن اليوم بعد هذه الحرب وما بعد الدخول في حرب باردة أصبح الآن اللقاء أساسي من أجل الوصول إلى مخاطبة مباشرة لجميع النقط العالقة، لا بخصوص الأمن القومي الروسي، وهذا ما تريده الصين أيضا، أي الوصول إلى الجلوس على الطاولة. هنا قد يكون الاقتراح بقمة صينية، لأنها تدافع عن أوكرانيا كدولة وتدافع عن الضمانات الأمنية لروسيا. لذلك فبالنسبة للرعاية الصينية، هذا الذي يريده الآن الصينيون، يريدون رعاية لهذه المفاوضات، قمة ثلاثية تحسم الأمور في أوروبا، ولكنها لا تناقش ولا تربط الأمر مع تايوان ومع بحر الصين وغيره.
لكن الأمريكي وحسب ورقة سرية فإن اليابان كشفت عن شيء دقيق للغاية، مخابراتها كشفت أن هناك مراسلات في الموضوع من أجل قمة ثلاثية تكون حول العالم، حول كل قضايا العالم، يرفضها الصيني ولا تريد أن يكون موضوع تايوان على الطاولة، لا تريده إطلاقا، ولا بحر الصين الجنوبي ولا ربطه بأزوف. هذا اتفاق ثنائي وترتيبات تكتيكية ما بين موسكو وما بين بكين، ولكنها لا تريد لواشنطن أبدا أن يكون لها مثل هذا الدور في هذه القمة من أجل حسم الأمور كما في أوكرانيا كما في بحر الصين الجنوبي، وهذا الذي يدفع إلى المزيد من الحرب، لأن الصين لا تريد القمة الثلاثية أن تناقش خارج مطالب الطرفين، يعني الروس والأمريكيين، فلماذا إذن حضورها؟ إذن لماذا هل يريد الأمريكي أن يسلم قيادة رمزية للصين كما يريد بوتين أن يعطيه أن يعطي ذلك للعاصمة بكا؟ لا يمكن هذا ببساطة شديدة، لذلك فأمر القمة الثلاثية انتهى لمدة أسبوع وهو يناقش على أساس أن يكون قمة لحل كامل المشاكل وعودة العالم، أو بناء منظومة لا تكون بأي حال منظومة لعالم متعدد الأقطاب أو عالم آخر، بقدر ما سيكون خطوة تبقي أمريكا في الريادة، ولكنها تعطي القوى الأخرى على الأقل في محيطها الإقليمي حسما شديدا، يعني أن الأمر سيكون كقوى إقليمية، روسيا في محيطها وأيضا الصين، لكن الأمريكي يرفض ذلك. إذن واقع الحال أن العالم دخل الآن في حرب باردة، وأن مسألة كما فعل أسلاف بايدن يجب على بايدن أن يجلس إلى الروس بعد الحرب، وهذا منطق آخر، منطق التفاهمات على الأرض. إلى الآن لا يرغب بايدن في أن ينظر ذلك، لأنه يريد أن يعزز قواته في كل خط الناتو، شرق الناتو، شرق هذا الخط لشرق الناتو يجب أن يعززه بكامل التسليح، أيضا في قواعد، اليوم ستكون قواعد في ألبانيا في غيرها، هناك قواعد كثيرة ستنتشر فيها أمريكا على الحدود مع روسيا. بعد كل ذلك يمكن الجلوس آنذاك، لذلك فالكل يؤجل من أجل العمل على أجندة، عندما تصل الأجندة إلى نهايتها والأهداف في روسيا إلى نهايتها، وبالنسبة للروس لا يريدون إنهاء تحديد ماذا يريدون وبعد ذلك أن ينسحبوا، هم يريدون الاستسلام أو على الأقل الوصول إلى تفاهمات، لكن ليس مع زيلينسكي، مع بايدن، وهذا الذي يعطي أفقا لأن تكون كل المقترحات من خارج المقترحات الأمريكية وتحت السقف الأمريكي، فكلها مقترحات للحرب العالمية الثالثة التي لا يرغب فيها كل من الروس والأمريكيين، لذلك فعليهم الجلوس من أجل منع الوصول إلى الحرب العالمية الثالثة. هذا الذي يريده تماما بوتين. بوتين يلعب سياسة أكثر بكثير من الرقعة العسكرية هناك في أوكرانيا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.